كشفت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل المبادرة القومية لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم ستار اوف ايجيبت، والتي تضمنت إعلان المعسكرات التدريبية خارج مصر بالتعاون مع بعض الأندية الأوروبية، إضافة إلى إعلان الأطقم الفنية الأجنبية الخاصة بهذه المبادرة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي كشف فيه عن الأطقم الفنية الخاصة بالمبادرة بحضور وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي وعمرو مهنا المدير الإقليمي لشركة ستار لاب في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، مع مجموعة من الخبراء الأجانب من الأندية الأوروبية. لازم ننتقي المواهب ونهتم بالمواهب المصرية في كل ربوع مصر ومحافظات مصر، والمشروعات تكون متنوعة في كل المجالات. والكرة المصرية كمان ان احنا على سبيل العمل القومي ازاي يكون لينا دور قومي نساعد، لكن في اتحاد معني وفي أندية وفي قطاع كبير جدا ومراكز الشباب اكيد في منظومة كبيرة بتشتغل ما بين الهواية والاحتراف، لكن احنا اثرنا ان يكون لينا فكر واخد شكل الجانب العلمي وواخد شكل الجانب التطبيقي. احنا عندنا المشروع القومي للموهبة والناشئين في 11 نوع رياضة، في اكتر من 3000 يعني موهبة موجودة، اكتر من 300 حضانة على مستوى 27 محافظة، وبننسق مع كل الاتحادات الرياضية. الحمد لله استاذ في ايجيبت النهاردة احنا عندنا 5 مراكز تدريب، عملنا اختبارات في 3 محافظات جديدة، الواحات والمنيا والأليوبية، ان شاء الله رايحين 4 محافظات كمان خلال شهر فبراير والشهر اللي جاي، وهنفتح مراكز تدريب 20 مركز تدريب على مستوى الجمهورية، من خلالهم بيتم انتقاء المواهب ويتم تصفيتهم الى افضل العناصر اللي ممكن تبقى مرشحة للسفر.